بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزملاء والزميلات، منسوبي الجامعة السعودية الإلكترونية، أبنائي وبناتي الطلبة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا بتواجدي معكم اليوم في الحفل الختامي بمسابقة التخرج لطلاب كلية الحوسبة والمعلوماتية، وأود أن أشيد بهوية الكلية الجديدة والتي تؤكد على دور الكلية وأعضاء هيئة التدريس فيها على تمكين العقول الوطنية الرقمية. فأشكركم جدا على هذه الهوية الجميلة. المركز الثالث عائشة المالكي، حنان الزهراني وفلود الحامد، والبرنامج كان المشروع كان البروفيشنال سيرتيفيكيشن جايد، وهو برنامج صراحة أيضا متميز بحيث أنه يستطيع البحث عن الشهادات الاحترافية، وهو يتيح يعني لمن يهتم بتطوير مهاراته العلمية والعملية أن يعني يعينه في ذلك، واحد المشاريع المتميزة ما شاء الله. Of skills and experience. The application serves a large segment of society and targets university students who want to develop themselves before graduation. المشروع الثالث، المركز الثالث عفوا الثاني، وجدان عبد الله ومريم خان، وهو ID Bass and Application for Smartphone for Face Recognition، وهذا يستخدم تقنيات الذكاء الصناعي وتعلم الآلة وتحليل الصور في استخدامها للتحقق مثلا في دخول المراكز او دخول مثلا الجامعات او البدء في الاختبارات، بحيث انه يعني لا يستخدم مثلا البطاقات الشخصيه او اي مثلا وثيقه رسميه، بحيث انه ممكن تقضيها عن هذا عن هذه الورقه. Crop the face and properly resize it in a portrait form. The FaceNet pre-trained model then extract the input image and process them. المركز الأول زينب الصلبوخ، فاطمة الصلبوخ، وأنصار المشمع، لايت سيفر، وهذا برنامج أيضا، وهذا يعني تطبيق متميز جدا ومشروع متميز جدا، لأنه يحاكي احتياج يعني والإهدار الذي يحصل في الطاقة، ويحفظها ويساعد على إدارتها بشكل جيد، بحيث أنه يكون مثلا في كل إدارة أو في كل مبنى ويتم الإشراف عليه ويعني وإدارته إلكترونيا، بحيث أنه يحافظ من الهدر الطاقة الموجودة. Light Saver application is to enhance the awareness among individuals regarding the control of lighting in order to save energy. Also, it will contribute in sustainability of the